نعم مس. نعم مس. بس مش سامعك. براء سامع هيك؟ هلا سامع. طيب يا مس، طبعت الورقة؟ طبعتها. يلا اوكي. الآن يا سابع، حكينا انه ال لانها معرفه بال التعريف، اذا المحميه اسم معرف. اذا انا اي نص امامي بطلع منه اسم معارف. ما هي اسماء المعارف يا براء؟ اللي معنا، يلا يا مس احكي لي اسماء المعارف، او عفوا انواع المعرفه. مس انا اعطيني انواع المعرفه يا مس. معرف بال، نعم والضمير، تمام، الضمائر، الأسماء الموصولة، نعم الموصولة، وأسماء الإشارة. نعم أحسنت. إذا إحنا بنعرف نستخرج أي اسم معرفة، ما بدي تلاقي صعوبة لأن السؤال زي هيك أكيد مهم. تفضل محمد اللي بالخلف. من الزهور. ما المقصود يا سابع بشبه الجملة؟ يلا أشوف الشاطرين. براء بالخلف. أو هو راح مفكره على المضاف إليه أحسن. ظرف زمان أو مكان مضاف إليه أيضا معطيني شبه جملة. يلا يا أحمد الحلو احكي لي اسم معطوف. شو يعني اسم معطوف يا أحمد؟ نعم، ما هي حروف العطف؟ واو، ثم فاء، وبرضه عندي أو. احنا كنا نحفظها عشان تسهل علينا الحفظ واحنا صغار. واو ثم فاء، اعطيني اسم معطوف. نعم احسنت، ايضا واحدة اوضح تكون. ممتاز صحيحة. نعم احسنت. طبعا يا سابع بدي كمان منك شغلة، والمستنقعات. احسنت سابع، كثير بتوقعوا باخطاء يعني يا مس، بتلاقيني بتروح بتدور لي على فعل مسبوق بحرف عطف. فعل مسبوق بحرف عطف، أو بتدور لي على حرف وفي ويعمل. دور على إشي، دائما ابعد بإجاباتك عن الإشي الغلط، الشبهات ابتعد عنها. إذا والأثر طبعا يا مس، الخط كبير مش بساعدنا. طيب لحظة لحظة شوي، من الزهوري. يا مس طبعا أكيد صح. هلا بصغره، بس أنا عشان تشوفوا، هلا بصغر الخط عشان تعرفوا. يلا عمار تفضل. يلا أربعة.
أعطيني نعت. نعم، إذا إحنا بدنا نوصف، بدنا نوصف شيء معين، معناته مثلا ممكن تضبط عندي. أحسن أيضا القديمة. نعم، إذا يا سابع بطلع هون بلاقي إنه معرفة بأل، معرفة بأل، مؤنثة، مؤنثة، نفس الحركة. إذا في ثلاثة شروط لازم إيش تتوافق مع النعت. أحسن، إذا القديمة الخط هيك بدي هيك أحسن، بعرف إنه مليان النص نعت وبدي تركزوا لي فيه. أحسنتم، أحسنتم. إذا النعت لا يجب أن يتوفر ثلاثة شروط يا سابع، تفضل يا مس. نعم، موسمي الشتاء. نعم، موسم الشتاء. إذا أنا عملت عملية ماذا؟ عملية إضافة. نعم، موسم الشتاء، موسم الشتاء. أحسنت، أحسنتم. إذا يا سابع اعرفوا إنه أكثر دليل بيدل على إنه مضاف إليه عندي شو يا أحمد؟ أكثر دليل بيدلك مش على السؤال، الكسرة بتساعد على شو؟ من عائلة المجرورات. نعم، من عائلة المجرورات يا سابع. فعلا مضارعا تغمرها. أحسن، طبعا أنا حكيت لك قبل هالمرة يا سابع، لحظة طول لي روحك، حكيت لك قبل هالمرة يا سابع إنه الفعل المضارع ماله منحط سين، استقام المعنى معناته فعل، ما استقام المعنى معناته يا ماضي يا أمر، والأمر سهلة ميزة. إذا حكالي تغمرها حط لي السين، استقام المعنى. تمام، خلص يا مس. اللي عندي السؤال يسألني أنا. السؤال ما فهمت إيش نسوي عند الفعل المضارع. تمام، هلا بحكي لك. لحظة يا أحمد، الآن يا مس حتى تميز بين الفعل المضارع والفعل الماضي بشكل سريع بالاختبار. فأنا بحط حرف السين في ذهني، بحط سين على مثلا نامة. هلا أنت لما بتحكي نامة بحط لها السين يا سابع، بزبط المعنى؟ لا، المعنى ملائم حتى بلفظك، معناته ما بتزبط. إذا فعل إيش ماله؟ ماضي. أما لما حطيت ينام حط لها السين، معناته المعنى مستقيم، إذا فعل مضارع. يقارب المضارع. نعم، تمام، تصير أمور سهلة بالنسبة لك. تمام، شكرا مس. تمام، آه طبعا، بس مبني للمجهول، خليها هاي على جنب. يلا السبعة، تفضل. نعم، أحسنت، الضمائر المنفصلة مثل هي. أحسنت. طيب، لام قمرية، يعني هذا السؤال سهل جبته لنساعد. لام قمرية تكتب وتلفظ مثل. أحسنت، نعم، ارفع إيدك يا سابع. نعم، أيضا، نعم، خلاص يكفي. نعطي ضمير متصل مبني، ركزوا لي فيها، في محل جر مضاف إليه، معناته بسأل حالي سؤال صغير بالأحمر، هاي بدي أكتب اسم مع شو يا سابع؟ وإذا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به فعل؟ ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به فعل؟ فعل مع ضمير، بس بدكم تجاوبوا بشكل سريع. تمام، يلا أعطوني تسعة. يلا يا حلوين، تفضل يا مس. أحسن، تغمرها عادي، لو كررنا الاستخراج يكون صحيح، ما في مشكلة. آه عفوا، أنت بتحكي عن مضاف إليها، لأن نحكي عن مضاف إليه، أنت هون قصده يجاوبني هاي عبد الرحمن الهاء. طيب تسعة، مين جاوبها؟ نعم، أحسن، في غيرها؟ أحسن، إذا أكثرها أيضا؟ لا طبعا، حكينا الضمائر هاء
ناهيك، نعم ناهيك، مجتمعة بكلمة ناهيك متصلة، مع اسم في محل جر مضاف إليه، مع فعل نصب مفعول به، مع حرف جر. اسم جر تحفظهم زي اسمك، ضمائر متصلة كثير مهمين. سابع أكيد. ايش بدك اكتب لك فيها؟ بدك استخرج لك بدل يعني؟ بدك بدل طيب ما في مشكلة. تمام، إذا 11 بنكتب 11 كمان، ضاف لنا زميلكم على الاستخراج، أحسن. بدل، ليش حكيتوا المحمية بدل؟ مين يعطيني الإجابة؟ بس لأنه دائما بعد ما يأتي بعد اسم الإشارة اسم معرف بأل بتكون دائما بدل. تمام، خلصت الكتابة؟ انت عليها هذا الوزن. طبعا كل الأسئلة كل شيء بالامتحان نفس الشيء، هذا ما في شيء جديد. في سؤال على الاستخراج، حكيت لك يا سبع أي قطعة أمامك تستخرج منها مش مهمة من أي محمية. أنا مش معقول أجي أدرس، طبعا بس أنا مش معقول أجي أنا بس عشان أمسك قطعة قطعة وأقعد أستخرج فيها. أمسك قطعة واحدة وطلع فيها كل الاستخراجات بتريح حالك. يعني زي في امتحان الشهر الثاني لما استعدنا نستخرج الضمائر. نعم. خلاص؟ يلا. ننتقل للسؤال الثاني، من يقرأ النص؟ تفضل رائد، يلا. علي ركز معي، كثير مهم الحكي اللي بحكيه، يلا. السؤال الثاني بتخصص في تمام. نعم. الآن برضو الشغلة بدي أحكي شغلة صغيرة يا سابع عن الفكرة الرئيسة. كثير طلاب بيعانوا من مشكلة إنه بده يحفظ الأفكار، بس أنا ما بدي تحفظ الأفكار. خلص طالب سابع، طالب سابع يا مس تعود إنه أمامك فكرة تستخرجها لحالك بكلمتين يكونوا شاملات ووافيات للنص. الفكرة ما تكون شرح، الفكرة ما تتعدى 5-6 كلمات، الفكرة إلها تكون إلها علاقة بالموضوع اللي أمامي. هلأ أنا مش دارس مثلاً ومش جابت لي أي نص بالعالم وقلت لي أعطيني الفكرة بالتوجيه يا مس، وبأي وقت ببطل يجيب لي النص اللي بالكتاب، بيجيب لي نص خارجي. طيب، ومن الفنون ما هو مادي، معناته النص عن شو عم بحكي؟ الفنون المادية. اطلع اكثر، ما بديش برضو الفكره تكون فرعيه، بدي اياها تكون شامله. نعم، اقسام او انواع. احسنت. اذا كلمتين صغار ومرتبين. طبعا انا ما بحب، يعني بتحب تجزئ انها ماديه وغير ماديه، لسه انت عمالك يكون اجابتك شامله ومختصره. سابع، اختصروا بالافكار. تمام، طيب مين يعطيني ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه من نص الفنون؟ نعم أحسنت، أسلوبه وأفكاره وأفكاره. تمام، إذن هاي عادي نستخرج من أي نص بيجي أمامنا، مش شرط إنه يكون مثلا مدرسين عليه. طيب يا مس ليش هيك؟ ليش يا مس انت اخترتها؟ حكينا اسم
إذا شفت اسم مع ضمير، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف. شفت فعل مع ضمير في محل نصب مفعول به. شفت مع ضمير في محل جر اسم مجرور. ركز معايا يا سابع. يلا الأمثلة على جر اسم مجرور منها، منها ايضا موجوده بالقطعه اللي موجوده هون. تمام، شدي لي ايدك بسرعه. نعم، عارف زائد ضمير، نحن نعرف بس نختصر الوقت. يلا ما أقسام الفنون؟ يلا الورقة الثانية سابع، شدي لي إيدك. مين بكتب لسه؟ شدي لي إيدك سابع. يلا ما في وقت سابع، يلا شدي لي إيدك. نعم، خلي شوي. يحيى شو رأيك تجري هون؟ يلا الله يرضى عليك. خلصنا، هلأ نيجي على أقسام الفنون. يلا ما هي أقسام الفنون؟ يلا يا حذيفة تفضل. نعم أحسن. إذا من الفنون ما هي مادية؟ زي شو المادية؟ نعم، وغير مادية؟ الموسيقى. تمام، إذا يا سابع بدك تتعود إنه تجيك سؤال ممكن إجابته مش أمامك، بدك تكون حافظ كل الأسئلة. طيب ثلاث، ما أشهر لوحات دافنشي؟ لوحة الموناليزا. نعم أحسنت، يلا شدي لي إيدك سابع. يلا نجا أربعة سابع، غيرهم هم نفسهم الطلاب. تفضل. يلا نعم، حاكى الطبيعة بمعنى قلد. أحسنتم. إذا سابع ممكن يجيك معاني من الكتاب وممكن من معاني الدفتر، نحفظهم الجهتين. تمام، يلا إذا حاكى بمعنى قلد. يلا يا ليث تفضل. نعم، بمعنى يهذب. أحسنت، تفضل قيس. أدرك الإنسان قيمة الجمال بمعنى عرف وفهم. أحسنت سامية. يا أحمد بالخلف، راقية وعالية، مهمة. أحسنت قلدة. شو المعاني يعني؟ يسقل يهذب. هلا ارجع لي على النص، ضع علامة الترقيم المناسبة لمكان النجمة الموجودة بالنص.
موجود نجمة يا عون، عون بدي جاوبني، ما هي العلامة المناسبة يا مس؟ كيف نقطة؟ خلصت الفقرة هي؟ نعم، إذا إسا الفاصلة هي عمالة تكون تربط بين الكلام، يا قيس؟ إذا الفاصلة، يلا مكانك ارجع يلا. إذا كلامي لسه مترابط معناته نضع الفاصلة. الأسئلة هاي كثير مهمة سابع. طبعا يا سابع بهمني قواعد التراكيب وقواعد شو؟ الأساليب اللغوية. نعم أساليب اللغوية بتركز فيها طريقة الكتابة يعني. نعم يلا خلاص ركزوا معي بالقواعد يا حلوين. إذا ما تعقدوا المساء تقعدوا تحفظوا بالأفكار جزء جزء نحفظ أفكار خلاص. الفكرة أنا بستخرجها لحالي، استخراج بعرف استخرجها لحالي، معاني بحفظ كتاب ودفتر. تمام يلا السؤال الثالث يا حلوين تفضل. بين جزء الهمزة على السرعة اللي نعم الآن مرة أخرى علي لي شلونك ما سمعت بس بين جزء الهمزة على الصور أتي فيما يلي مجزوقة لأن نفس الهمزة روحها ما قلت نعم أحسن حكينا أن هناك حالات شاذة. إذا كان عندي حروف المد ما هي حروف المد؟ نعم أحرف المد سواء كانت آ أو إي أحرف المد هيك كنا نحفظها. إذا كان أحد حروف المد يا سابع وعندي الهمزة مفتوحة طلع علي ممكن أكون بامتحان مش كاتبة هالفتحة طلعوا مسبوقة بحرف مد. طب يا مس مش شايف أنا خليني عشان أصغر الخط هي فتحة فتحة استنى شوي على المجزوءة خلينا هلأ الواو سواء كان عندي واو أو ألف أو ياء وعندي همزة إذن تكتب بهذه الصورة. إذن السبب لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف مد ساكن. نعم تمام. إذن ومثال عليها أيضا براءة قراءة عباءة يا سابع كل المعاني صحيحة كل الكلمات هاي صحيحة وشاملة. ايه طيب يلا اللي بعد هي سابع حسب المهم انك انت تكون فاهم القاعده يلا باي سابع تفضل. لانها طيب نعم إذا هي لها دخل بالحالات الشاذة نعم أحسنت نعم بدك تميز يا سابع إذا كانت هي من الحالات الشاذة أم غير إذا ما السبب يا مس مرة أخرى هي مس إنها ليست حالة شاذة فكتبت على نبرة. نعم وش السبب في ذلك ليش كتبت على نبرة؟ لأنها نعم أحسن. إذا عندي الكسرة أقوى من السكون أنا أغير اللون عشان صحيح أو الكسرة أقوى من السكون الكسرة أقوى من السكون. وأنت كمان لاحظنا يا مس إنها هي مكسورة وما قبلها حرف ساكن لذلك كتبت على نبرة. إذا هاي لها علاقة بالحالات الشاذة. نيجي على مضيئة آخر شيء تفضل. نعم أحسن مرة أخرى لأنها
لأنها ساكنة. لا عفوا، لأن الهمزة مفتوحة. وما قبلها حرف مد. شدي دينا يا سابع. يلا يا حلوين سكروا شوي، نيجي على السؤال اللي بعده. يلا، أعطانا حالات تكسر فيها همزة إن. ما هي الحالات التي تكسر فيها الهمزة؟ تفضل. تمام. إذن في بداية الكلام، بعد القول، بعد القسم. يلا بيّن الحالات التي كسرت فيها الهمزة هنا. يلا يلا، إذا أنا يا سابع بدي أعرف الحالات التي تكسر فيها الهمزة. إذا حكينا بعد القول، حكى لي زميلكم وفي بداية الكلام. طيب أشوف، حكى لي زميلكم، تفضل يا مس. إذا لأنها جاءت بعد، نعم أحسنت. با، تفضل يا مس. أنت أحسن. قالت العرب إن الصبر جميل. إذن بعد القول. بعد القول، نعم أحسنتم. نعطي جملة على بداية الكلام. إن النصر قريب. نعم أحسنت. نشرح البيت الآتي من وصف الطبيعة. إذن يا سابع مهم أحفظ وصف الطبيعة، أما أنا الأردن ما بدي تحفظ ليها، بدي وصف الطبيعة تركز فيها. يلا أشوف، تفضل. اقرأ لي البيت الشعري كامل. يلا. ترى السماء ضحى وفي جبت الدجى من جقتنا عن أنهر وبحال. لكن ترى السماء في أول الضحى في أول الليل، في أول الليل سنشق نصف منها والبحار. شرح كامل. السماء مع زرق البحر. نعم، قصدك تحكي إن السماء تعكس ضوها عمين على البحر، على البحر، فيصبح النهر أو البحر أزرق من شدة الجمال. يعني هناك علاقة بين السماء والأنهار. إذن الآن يصف الشاعر. إذن مطلوب أني أحفظ وصف الطبيعة شرحها والمعاني شرح كامل، شرحها والمعاني واسم الشاعر واسم القصيدة وأسئلة زائد أسئلة. طبعا انتبهوا لأسئلة الدروس السابع، أسئلة الدروس. تحني بالله أسئلة مغاطة شعيت أشوف الشغلة. إذن يصف الشاعر مغاطة شعيت أشوف الشغلة. يصف الشاعر السماء وهي في وقت النهار وأول الدجى. شو حكينا معنى الدجى؟ سكروا سكروا شو حكينا معنى الدجى يا سابع؟ الظلام الشديد، نعم. أن لونها، وكيف أن لونها يجمع بين النهر والبحر بين النهر والبحر
وهذا يدل على العلاقة بين السماء والنهر في زرقتها. كان البيت الأخير كان بيت بوصف العلاقة اللي بينهم، بوصف السماء. تمام. ركز برضو على أسئلة مغارة الجعيتة يا سابع. وأول الدجى. تمام. بين الماء وبين السماء عفوا والنهر. آخر شيء السماء هاي. ركزي سؤال 8 إجابتك غلط هون. مؤثرات الصوتية بما شبهها الكاتب شبهها بزخزقة العصافير اللي كتبها بالموسيقى. ركزوا لي على أسئلة مغارة جعيطة أيضا يا سابع. يلا شدي لي إيدك ورتب خطك. خليك قاعد لأن أخلص ورقة العمل. شكرا خبيها. عندنا معاني بس هلا نطلعهم. طلعت المعاني يلا. بس ورقة عمل. قاعد يمس. خليكم هاديين لسه. شد ايدينا سابع. طيب نيجي على السؤال با. يلا يا سابع. خلاص براء خلصت كتابة. يلا وين يا عمر؟ معنا يعني حصة ورقة عمل. خد ورقة منهم خلي لي هاي. تمام يلا ننتقل للسؤال اللي بعده. يلا محمد صح صح. قوم قوم تحرك بدل ما نمت. قوم يلا با. يلا يا عمر تفضل يا مس. وين رحت؟ حط لي على المعاني. ما معنى الكلمة الجمع جمع وهي الحصى الصغيرة؟ نعم هي الحصى الصغيرة. نعم يلا بسرعة بسرعة يا مس. وين رحت؟ خليها. انت شكلك نعسان عن جد. لحظة لحظة خلاص روح روح. اذا هي الحصى الصغيرة. احسنت. تفضل يا عون. نعم رؤوس الأصابع. أحسنت. يلا سندس. ما المقصود بكلمة سندس؟ عمر ورقة عمل يلا ركز. نعم أحسنت شطور. ثياب من حرير. يلا أحمد. نعم الذهب الخالص وهو التي توصف بها الأرض. الذهب الخالص. نعم ركزوا معي يا سابع بسرعة. كل مكتب يلا. بس
تفضل احكي لي سؤال جيم. تفضل يا رائد الشطور. صف الغدير كما وصفه الشاعر: يبدو الغدير وقد نمت على جانبيه النباتات الجميلة في صورة زي في إطار جميل. نعم، اللي هي المرآة. وماذا وصف الغدير؟ المرآة زي إطار جميل. نعم، أحسنتم. إذا وصف الشاعر الغدير بشو؟ المرآة. ذات طار جميل وصافي. نعم، أحسن. في أي استفسار الآن؟ طبعا وصف الطبيعة شرحها مهم. وصف الطبيعة الشرح مطلوب. أما أنا الأردن لا، أي ريحتكم، عم بعطيك قصيدة واحدة مش 10 قصائد. شدوا لي إيديكم يا حلوين. رؤوس الأصابع. يا براء تتبع معنا وبتكتب كل شيء. أمس عم بكتب. تمام، شطور. اللي هي الأنامل. ثياب من حرير. خيس، والله إني بكتب اسمك. ثياب من حرير. نعم، الذهب الخالص. نعم، بسرعة عبد الرحيم. يلا ننتقل للإعراب. مين لسه بكتب؟ شدوا لي إيديكم يا حلوين. ننتقل يا سابع للسؤال الإعراب. تفضل كنان. لا، يهتم أحمد. نعم، نعم. إذن فاعل مرفوع بالضمة. أحسنت. إذن شايفين الفراغ اللي تحت عند اسمي؟ اكتبوا نسأل عن الفاعل. مهم يا سابع، أكيد أنا بالامتحان رح أجيب فاعل. ونسأل عن المفعول به. لحظة أريحكم. أحب أني أرتب. تمام، خليني أكتب شوي. إذا نسأل عن الفاعل بمن، هلا بكتبها بلون آخر، وعن المفعول به، ونسأل عن المفعول لأجله بماذا. أحسنتم. ممكن تيجي ممكن ما تيجي، بس حلو اني اعرفها. نصوم حبا بالله تعالى. لماذا نصوم؟ ونسأل عن الحال بكيف. نعم، كيف يقف المشاهد مغارة شعيتا؟ مندهشا او مفتونا. كيف جاء عمر الى الصف؟ متأخرا، سعيدا، مسرورا، حزينا، الى اخره. إذا نسأل عن الحال بكيف. نسأل عن ظرف الزمان. نعم، متى جاء أبي؟ فهم بعد الظهر. ونسأل عن ظرف المكان. نعم، أين توجد مثلا الكرة؟ تحت المقعد، مقعدي. تمام. إذا هلا بهذا اللون راح عشان ميزوها.
تمام يا سابع؟ لسه كويس، بس انا حتى اني اعيد كنان، حللي اول وحده، حكى لي فاعل مرفوع بالضم، اذا الفاعل دائما ماله مرفوع. ما اعراب الهاء؟ يلا يلا كمان اي ثلاثه معهم انت. يلا تفضل. الهاء محل جر وفعل. نعم احسنت. اذا ضمير متصل مبني. احسنتم. الحال شوي بس خليهم يكتبوا بعدين بنكمل. هذيك كبيتها يا حيال ولا هاي هي؟ أي مس في هيها على الأرض، أنت حطتها يعني على الأرض. تمام. إذا نسأل يعني سهل، يعني كطالب سابع وثامن وتاسع شو رح يجيك استخراجات؟ فاعل مفعول به، حال مفعول لأجله، مضاف إليه عمل إضافة، كتاب العلوم مثلا، كتاب رياضياتي بضيف. خلصنا يا حلوين؟ أني رح أمحي. يا محمد عرفة أي ساعة نايم؟ شطور. خلاص يلا تفضل احكي لي اياهم. نجاح المنطقة. نعم احسن. بدأت فيها الكلام وهي عبارة عن اسم، شو راح تكون؟ مبتدأ. والمبتدأ دائما تأجل خبر. نعم مبتدأ دائما مرفوع، هيك قصدي على الإعراب، عن الحركة الإعرابية. أحسنت. إذن مبتدأ مرفوع بالضمة. أحسنتم. يلا اللي بعده يا يحيى الفنوني. يلا نجاح الفنوني مضاف إليه. نعم أحسنت. إذن نجاح الفنوني يا مس. إذن نختار لون آخر. مضاف إليه مجرور بالكسرة. أحسنت. طيب ننتقل لثلاثة بسرعة بسرعة يا سابع. يلا. هذا طالب رائع. هذا اسم إشارة طالب مفتوح الضم. نعم إذن اسم إشارة بس هيك تعلمت. بعرف هو أجا بأول كلام. ممتاز. إذا طلع علي بتذكر قاعدتي، بتذكر قاعدتي في حالة المفرد مفرد وجمع مبني في محل. أحسنت. رائع. ملحق بالمثنى إلى إعرابه الخاص. إذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. إذا في حالة الرفع، عفوا في حالة المفرد والجمع نعربه عادي. أما اللذان، عفوا الملحقات بالمثنى نعربه، نوضح إنه اسم موصول أو اسم إشارة ونكمل. طيب دائما بعد الاسم الإشارة شو بيجي؟ شو بيجي بعد اسم الإشارة؟ إذا اسم معرف في البدل. نعم بدل مرفوع ب. إذا هيا هون اسم إشارة قاعدة معروفة ولازم خلص نعرفها على طول، زائد اسم معه ال، شو بصير عندي؟ هذا الشيء مهم يا سابع. واخر شيء يا حلوين يلا اشوف برضو سهله، اعتبر انه اللذان مكانها اسم. يلا تفضل. اسم اشاره اللذان
تمام. اذا لانه ملحق بالمثنى هو من الملحق بالمثنى صح، بكتب اسم موصول وبكمل عادي الاعراب. شو بصير اعرابه؟ اشوف مين اللي اجى. ممتاز، بعرف عادي، ما فيش عندي ادنى مشكله. فاعل ماله؟ يا سلام، احسن، لانه ملحق. شو يعني ملحق بالمثنى؟ نعم، ما انطبق عليه شروط المثنى لكن اخذ العلامات الاعرابيه. اذا مره اخرى عشان انا عارف انكم شوي ضايعين لانكم لسه مش فاتحين دفتر القواعد، لانكم انتم ناسينه دفتر القواعد. الاسم الاشاره طلع علي شو بحكي، والاسم الموصول في حاله المفرد والجمع اسم حسب موقعه مبني في محله حسب الموقع. اما في حالة الملحق بالمثنى سواء هذان هذين هاتان هاتين اللذان اللذين اللتان اللتين، هدول كلهم يمس إعراب لأنه رائع وير بالياء. ممتازين يا سابع، ممتازين. في أي استفسار؟ في سؤال يا براء؟ لا مس ما في أي سؤال. تمام، يلا حضروا لي ورقة سابعة عشان ناخذ إملاء نهائية بشكل سريع. نعم، على ورقة اسمك وشعبتك. يلا يلا هذه يا اهدى. يلا سابع. يلا سابع، املاء سريع نهائي. بس على الدفتر؟ لا، على ورقة خارجية. تمام. بأل. يلا سريعا يا سابع، رح نبدا املاء نهائي. طيب براء يا مس، من انت بتاخذ؟ براء. نعم مس. طيب مس خليلي انت الاملاء فيما بعد، خليني انا اشوف الصف املاءهم. ماشي يا مس، يعني مو هلا؟ لا لا، ولا حابب تاخذها الان؟ هادي. طيب اوكي، يلا يلا سابع.
يلا سابع رح نبدأ الإملاء. يلا يا براء تصورها وبتبعت لي إياها يا مس. تمام. لا طبعا. طيب نبدأ بسم الله سابع. خلوني أنا أقلكم الإملاء بهدوء ونركز لأنه إملاء نهائي. يلا قادتني قادتني. يلا عمر بسرعة إملاء نهائي بدنا نركز فيها. قادتني قدماي. إلى الشاطئ. قادتني قدماي إلى الشاطئ. قادتني قدماي إلى الشاطئ وقد لاحت وقد لاحت تباشير الفجر. قادتني قادتني قدماي إلى الشاطئ وقد لاحت تباشير الفجر. وقد لاحت تباشير الفجر. الفجر. البشرى. الفرح. قادتني قدماي إلى الشاطئ. شايف يا سبع قديش بعيد؟ أنت خليك هادي بس. وقد لاحت تباشير الفجر في الشرق. قادتني قدماي إلى الشاطئ وقد لاحت تباشير الفجر في الشرق. خلاص تباشير الفجر. في الشرق. في الشرق. يلا يا عمار نقطة. أمور هاي لازم لحالك تكون تعرفها. سأنفس عن غيظي. سأنفس سأنفس عن غيظي بالسباحة. غيظي نعم غيظ الحزن كآبة. سأنفس عن غيظي بالسباحة. سأنفس عن غيظي بالسباحة نقطة. كانت الأشياء سأنفس عن غيظي بالسباحة نقطة. كثير عاد عدتها. مجد رجع لي الدرج ورا ورا كينان. يلا كانت الأشياء على الشاطئين. يلا كبار انتوا لازم تشدوا ايديكم. براء الأمور تمام؟ مش تمام.
ممتاز. كانت الأشياء على الشاطئين نصف واضحة. كانت الأشياء على الشاطئين نصف واضحة. واضحة، نعم. طيب مرة أخرى رح أعيد، لسه ما خلصنا. قادتني قدماي إلى الشاطئ وقد لاحت تباشير الفجر في الشرق. سأنفس عن غيظي بالسباحة. كانت الأشياء على الشاطئين نصف واضحة. نعم. مس هلا اذا بدنا نوقف ما نحكي واضحه، نستمر بالكلام نحط تنوين الكسر. نعم واضحتين، واضحتين عفوا. طيب ركز معي يا سابع. نعم نصف واضحتين، لا فاصله بس ما تسالوني مثل السؤال. واضحتين ونص، خلص واضحة. سابع تسألوني مش بتحاسبي على الحركات وعلى الهاي، ما بحب هذا السؤال. طيب تختفي بين النور والظلام. تمام. تختفي بين النور والظلام. تختفي بين النور والظلام. كان الشاطئ أمامي. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط. والأصوات تنقطع. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط والأصوات تنقطع. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط والأصوات تنقطع. الكل تمام؟ بعد النور والظلام كان الشاطئ أمامي. يعلو ويهبط. تميز إذا واو أصلية أو لا. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط والأصوات تنقطع. تمام يا كنان؟ نعم نعم بدك تشوفي اذا حذفتي انه بيخرب المعنى او لا. وقليلا مش ما بصير تسالني، لا هي وقليلا قليلا وقليلا قليلا وقليلا قليلا لم أعد.
وقليلا قليلا لم أعد أسمع سوى صوت النهر. سوى صوت النهر. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط والأصوات تنقطع، وقليلا قليلا لم أعد أسمع سوى صوت النهر. كنت أرى أمامي نصف دائرة. كنت أرى أمامي نصف دائرة. ثم أصبحت بين العمى والبصر. نعم بس هي قصة، لحظة شوي أطلعكم، إنه رواية إنه ذهب ليسبح في نهر النيل وإنه يتنفس، يعني ينفس عن الحزن اللي داخله، وكان هدفه أن يوصل للشاطئ الشمالي في النهر، لكن حس بالتعب وغرق. لكن رغبته القوية في الحياة جعلته إنه إيش؟ ينجو ولم يغرق، وإنه لم يستسلم من للغرق. نكمل، أنا طبعا بختصر لكم القصة بشكل كبير عشان نخلص. إذا ثم أصبحت بين العمى والبصر. إيش هي؟ ثم أصبحت بين العمى والبصر، وعم بحكي عن حاله شو صار فيه، لكن ما استسلم، ما استسلم للغرق نهائي. تمام. هل أنا حي أم ميت؟ علامة سؤال، مع أنه لازم نحن نعرفها كون أخذنا علامات الترقيم. أم ميت؟ رح أرجع أعيد، لسه ما خلصت. قادتني قدماي إلى الشاطئ وقد لاحت تباشير الفجر في الشرق. لا لا، سأنفس عن غيظي بالسباحة. كانت الأشياء على الشاطئين نصف واضحة نعم، تختفي بين النور والظلام. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط والأصوات تنقطع، وقليلا قليلا لم أعد أسمع سوى صوت النهر. كنت أرى أمامي نصف دائرة، شوفي، ثم أصبحت بين العمى والبصر. لهون لحن نقلتكم. تمام. طيب يلا يا سابع نكمل. هل أنا حي أم ميت؟ أم
أمن أو من خليها لأكثر من تعداد. طيب إنني أقرر الآن، نعم إنني أقرر الآن أنني أختار الحياة. إنني أقرر الآن أنني أختار الحياة. لأن هناك أشخاص لأن هناك أشخاص أحب أن أبقى معهم. أحب أن أبقى معهم ما حد يسأل. لأن هناك أشخاص أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن. أطول وقت ممكن. لأن هناك أشخاص أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن. نقطة. الكل خلص؟ أنا بس عند هل أنا حي أم ميت؟ مو إيش بعديها؟ طيب يلا. إنني أقرر الآن أنني أختار الحياة. إنني أقرر الآن أنني أختار الحياة. خلاص كتبت هامس؟ هامس كتبتها. لأن هناك أشخاص أحب أن أبقى معهم أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن. نقطة. كتبت يا مس وقت ممكن؟ أي براء؟ أمس كتبتها. خلاص عند وقت ممكن انتهت الإملاء. الآن رائد راح يقوم بقراءتها بهدوء. يلا يا مس، وعشان يا مس تخلص الحصة بهدوء. قادتني قدماي إلى الشاطئ وقد لاحت تباشير الفجر في الشرق. سأنفس عن غيظي بالسباحة. كانت الأشياء على الشاطئين نصف واضحة تختفي بين النور والظلام. كان الشاطئ أمامي يعلو ويهبط والأصوات تنقطع وقليلا قليلا. لم أعد أسمع سوى صوت النهر. كنت أرى أمامي نصف دائرة ثم أصبحت بين العمى والبصر. هل أنا حي أم ميت؟ إنني أقرر الآن أنني أختار الحياة. لأن هناك أشخاص أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن. طيب خلص يا مس انتهت الحصة. يعطيك العافية.